انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر شباب أوروبا في دورته العشرين بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية، والأنبا جابرييل، والأنبا رفائيل، والأنبا يوليوس، والأنبا مارك، والسفير المصري بالنمسا محمد الملا، ولفيف من الأساقفة والأباء الكهنة. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان الكنيسة أمي. خلينا نعرف أكتر عن المؤتمر وبدايته واليوم الأول فيه من خلال مراسلتنا أستاذة مريال شنودة في فيينا. مساء الخير مريان. مساء النور أستاذة أمجد، برحب بيكي. قولي لنا كيف كان اليوم الأول ومن الحضور وأهم ما حدث في اليوم الأول مريان. أهم الأحداث النهاردة في المؤتمر كانت الافتتاحية بمجموعة من الشباب، كانت مترجمة باللغة العربية والإنجليزية. رحبوا بكل الشباب اللي كانوا وصلوا هنا المؤتمر في اليوم الأول للمؤتمر شباب أوروبا. لسه في ناس تانية جاية، بس الطيران في مشاكل شوية في التأخير، لسه في دفعات بتوصل. بعدها كلمت من أخت الأنبا جابرييل الحضور، واللي كان من أجمل ما فيها الوصف الشباب بأنهم هم نور العالم ونور الكنيسة، وقدم التحية لكل الشعب الأوروبي من تاني اللي ساعد في مجهود تنظيم المؤتمر، لأن حقيقة هنا كل الكنائس كانت بتساعد في كل كبيرة وصغيرة توصيل نشاط المؤتمر ونجاحه، كان في قدام كتير قوي ورا ستار تعب فعلا من أجل المؤتمر. أهم المواضيع اتفضلي بعد كلمة نيافة الأنبا جابرييل، كان في عرض نشاط المؤتمر على مدار العشرين سنة اللي فاتوا من مختلف الدول الأوروبية. قبلها على طول كانت كلمة الأرخم مهندس إبراهيم صالح، واللي ده بالفضل في وجود مؤتمر شباب أوروبا على مدار العشرين سنة اللي فاتوا. مهندس إبراهيم صالح هو المسؤول عن المؤتمر، وهو اللي بكل سنة بينظم الأحداث بتاعته، هتكون في أي دولة أوروبية، ينظم مع الأداء الأفقي طبعا بالقيام مع قداسة البابا طبعا في كل الأمور. احنا معانا صور واضح ان في حضور كثيف يا مريان. أنا مش سمع. احنا معانا صور واضح ان في حضور كبير، في عدد حاضر جدا جدا. انا بعت الصور للاعداد عندكم، وان شاء الله الايام الجايه هتكون في لقاءات كويسه قوي مع الشباب ان شاء الله، ومع الاباء الاساقفه، وان شاء الله بس احنا منتظرين وصول الاعلام انها صبحي، وهم في الطريق دلوقتي بقى لهم اكثر من 14 ساعه، المؤتمر يستحق. واحنا تعبينكم حقيقي، انا بشكرك وبشكر كل الفريق اللي معاكم، وانتم بتشتغلوا باضعف الامكانيات لكن فعلا عاملين شغل محترم جدا. خلينا اسالك عن المواضيع اللي هيتم التطرق اليها خلال المؤتمر يا مريان. بصي، هو في موضوعات كتير، يعني مجموعه كبيره من الاباء الاساقفه. انا ممكن اقول حاجات مختصره منها، لان البرامج ممكن تتبدل في اي وقت على حسب وصول الاباء الاساقفه. من ضمنها نيافه الانبا ماركوس اسكوتينيان، وانبا دين هيتكلموا عن الكنيسه ملجا لكل انسان وخدمه للجميع، وان لا خلاص خارج الكنيسه. نيافه الانبا مارك فرنسا، وانبا يوليوس هيتكلموا عن كيف اعيش كشاب في الكنيسه رغم تحديات العالم ودوري فيها. نيافه الانبا انطونيوس انبا رفائيل هيتكلموا عن كيف استمتع كشاب بطقس واسرار الكنيسه وما يميز ارثوذكسيته. بعد كده هيكون في كيف اختار شريك حياتي بنظره مسيحيه لنيافه الانبا رفائيل برضه. وفي انبا انجلوس هيتكلم عن السوشيال ميديا للكل، وانبا اباكير وانبا يوليوس هيتكلم عن الارتباط المسيحي. يعني في فقرات كتير جدا في المؤتمر، وان شاء الله يكون في لقاءات حصريه نزاعها لكل الايام الجايه في المؤتمر مع مختلف الاباء الافقه. انا بس كنت عايزه الفت نظركم معانا لكلمه قداسه البابا، واللي كان فيها الترحيب للاباء الافقه اللي كانوا موجودين. و يعني بيان كنيستي قلب واحد ما يتشاركش منهار. شاركنا ايضا بالحضور النهارده معالي السفير محمد الملا في مصر في فيينا، والقنصل العام بس انتهى، وده شيء يفرحنا جدا من كل الاحداث الكنسيه. الكثير بتاعنا فيها شراكه مع الدوله طبعا. بصراحه هو شخصيه يعني فعلا حبوبة، يعني شخصية ممتازة بتحب انها تكون في قلب الكنيسة معانا في كل حاجة. نشكر ربنا. ربنا يكمل. اتفضل. هنكون معاكم لحظة بلحظة، وكل جديد بعتونا خلونا معاكم، خلونا نشوف كل ما يصنعه قداسة البابا من عظمة وارتباط ما بينه وما بين الشباب، بيزيد ارتباطهم بمصر، بيزيد ارتباطهم بالكنيسة. خلينا اسألك، هل كان في أي مداخلات مع الشباب اليوم خلال أولى جلسات المؤتمر؟ لا لسه، احنا منتظرين بس في شويه ترتيبات بنعملها خاصه بالمؤتمر، ومستنيين المجموعه بتاعت المانيا، مجموعه قناه نساء المانيا، هم في الطريق مع اصول ايهاب.
فان شاء الله يظهروا خلال نص ساعه او كده يكونوا موجودين. بعدها هيكون في لقاءات، استنينا في لقاءات كتير جدا حلوه مع الشباب. احنا عايزين نشوف كل لحظه معاكم، وهنكون معاكم لحظه بلحظه انا متاكده. وبشكرك على مجهودك يا مريان، بشكرك جدا استاذه مريان شنوده مراسل قناه ميسات بفيينا.